اسعدتم صباحا ايها المغادون. الروح الدم نبتيك يا وطن، الروح الدم نبتيك يا وطن، الروح الدم نبتيك يا وطن. الرجال you
الأخوة الضيوف الحاضرون جميعا، أهلا وسهلا بكم في لواء النقل العام. ونستهل هذا الاحتفال في تخرج الدفعة الثالثة من القوات المسلحة بآيات من الذكر الحكيم، ومع الجندي آدم عبدو محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ونرحب أيضا بقيادتنا السياسية الممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبد رب منصور هادي وقيادة التحالف بما يقدمه من مساعدات لبناء قوات مسلحة جديدة وجديرة لحماية الدين والأرض. ونقدم جزيل الشكر والامتنان بقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكل أعضاء المجلس الخليج العربي الذين ساهموا في إرجاع الاستقرار للعاصمة عدن، وقدموا لنا الدعم اللوجستي من قوات وآليات، حيث يتم تعزيز الجيش لصد العدوان الإنقلابي الحوثي وعصابات المخلوع صالح. ونهنئ أنفسنا أيضاً بقيادتنا الممثلة بقائد اللواء النقل العام العميد أمجد خالد فرحان لما يقدمه من عون وخبرة عسكرية، حتى يتسنى لنا أن نكون جديرين باسم أفراد القوات المسلحة ونخدم الدين والوطن. ضيوفنا الكرام، إخواننا أفراد وضباط لواء النقل العام والمنتسبين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية كلاً بصفته وشخصه ورتبته، نتشرف بحضوركم المعنوي لحفل تخرج الدفعة الثالثة من لواء النقل العام مشاة. وهذا الحضور بمثابة وسام شرف على صدورنا لما فيه من حافز معنوي لنا، وهذا إن دل فإنما يدل على الاهتمام والدعم من قيادتنا السياسية وتقديراً لما نقدمه حتى نكون على مستوى المسؤولية التي حملت على عاتقنا. ونحن باسمي وباسم جميع أفراد لواء النقل العام بإذن الله سنكون على مستوى هذه المسؤولية. يسعدنا اليوم في هذا الصباح أن نتقدم بالشكر والتقدير للأخوة الضيوف الحاضرين جميعاً، وعلى رأسهم الأخ ضيف شرف العرض وضيوف شرف العرض نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن صالح الزنداني واللواء الركن ناصر بارويس والإخوة الذين أسعدونا اليوم وأتحفونا وشرفونا بزيارتهم في قيادة قوات التحالف ممثلة بنائب قائد القوة الأخ أبو محمد، مشكورا. ولا يسعنا إلا أن نتمنى لهذه البلد الأمن والاستقرار، وأن تكون الناس كلها في هذه المنطقة وفي هذا البلد يداً واحدة ضد الميليشيات الإنقلابية والتنظيمات الإرهابية، يداً واحدة، لأنه معركة البناء لا تقل أهمية عن معركة التحرير. انتهينا من جزء كبير من معركة التحرير، واليوم نخوض معركة البناء. ومعركة البناء بإذن الله عز وجل سيخوضها أبنائها بنفس مستوى الحماس وبنفس مستوى التوحد وبنفس مستوى الشجاعة والإقدام والإصرار، كي يكون هذا الجزء من وطننا الحبيب حليف صادق وحليف قوي وحليف متماسك مع الإخوة في دول مجلس التعاون. نكرر
الشكر والتقدير لقيادتنا السياسية ممثلة فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي والإخوة في دول التحالف، ونخص بالذكر على رأسهم الإخوة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والإخوة في دولة البحرين الشقيقة. الآن مع كلمة لضيف الشرف اللواء الركن صالح الزنداني نائب رئيس هيئة العمليات المشتركة، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الضباط من دول التحالف العربي، الأخوة الضباط جميعا، الأخوة قيادة وضباط وصف ضباط لواء النغل، أسعدتم بالخير صباحا، وإنه لشرف لنا اليوم أن نأتي إلى هذا المكان وليس للمرة الأولى. وقبل كل شيء ننقل إليكم تحيات قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة. أيها الأخوة المقاتلون، إن الانتصارات التي حققها وحدات القوات المسلحة في كافة جبهات القتال، وكان أبرزها هو الانتصار الكبير الذي حققته القوات المسلحة والمقاومة الوطنية في معسكر خالد، هذا الانتصار الكبير الذي يفتح آفاق كبيرة جدا للانتصارات في اتجاهات أخرى. ونحن إذ نشارك أخواننا المقاتلين في كافة الجبهات نمد العزم الدائم على عمل الإنجازات الذي تتحقق في وحدات القوات المسلحة وفي الألوية التي تم تشكيلها مؤخرا. ورغم شحة الإمكانيات وكاد يكون الأمر انعدامها، لكننا نتفاجأ بهذه الأعمال الكبيرة التي تقوم بها الوحدات القوات المسلحة وبالذات لواء النغل، فيما يمكنه من ممارسة التدريب القتالي والاكتساب المهارات في كافة الفنون القتالية. أيها الأخوة، إن هذا الوقت يحتم علينا إعداد كافة وحدات القوات المسلحة، وإننا نعتبر في المحافظات المحررة إعداد الوحدات هي مهمة أساسية، وليس بهذا، ولكن بالأمس افتتحنا الكلية العسكرية ومعهد الثرايا ومركز تدريب العنت سيفتتح قريبا، وهذه المنشآت التعليمية هي التي ستكون رافد للتدريب القتالي والتدريب القيادي في وحدات القوات المسلحة. إن بناء مؤسسات الدولة، مؤسسات وزارة الدفاع هي الأساس العملي الذي يمكننا أن ننتقل من العمل الاجتهادي إلى العمل المنظم التي نستطيع من خلاله تحقيق المنجزات الكبيرة وإعداد القوات المسلحة لأن تقوم بدور أكبر في المستقبل. إن معركتنا لا زالت مستمرة، وإننا مصممون على هزيمة تحالف الشر العفاشي الحوثي، مصممون بفضل الله وبفضل دعم قوات التحالف العربي ممثلة بالقوات المسلحة، مثلا بالإمكانيات التي تقدمها القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة والدول التحالف العربي الأخرى. أيها الأخوة، أننا نتذكر حين كنا في بداية الأمر في شهر 7 عام 2015 عندما أتينا إلى عدن، كانوا الأخوة الإماراتيين قد سبقونا بالنزول إلى سواحل عدن، وقدموا الأخوة الإماراتيين دعما كبيرا بالإمكانيات بل وبالمقاتلين بل وبالشراكة، بل واشتركوا مشاركة فعلية في جبهات القتال التي كانت تمتد من عمران وحتى العريش.
وقدموا الضحايا واستشهدوا. ولا ننسى أيضا دور الأخوة في المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربية الأخرى. ولكن إننا نشد على أيديكم أيها الأخوة أن تعملوا باستمرار على اكتساب المهارات والخبرات القتالية. شكرا لكم وشكرا لكل من أسهم في هذا الإعداد الكبير لأفرادنا في وحدات لواء النقل العام. وإننا واثقون أن القيادة في قيادة اللواء النقل العام ستعطي قلة اهتمامها في اكتساب المعارف القتالية لوحدات لواء النقل العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.